الساح راح يضيع مني يدينا. تعال اخوي الساح، لنفترض وراء هذه الجوله البسيطه انت حبيت بغداد وقررت تشتري بها عقار من عقارات الامانه، وهاي تصير دائما، السياح يجون لبغداد ويحبوها. اسم محمد رمضان مو قادر تسكن ببغداد، فاني كدليل فرنسي اورومبي من واجبي اوضح لك وضع العقارات اللي يم امانه بغداد شلون قاعد تنباع. امانه بغداد دائما تقوم بتنفيذ مزايدات كاجراء قانوني شكلي على هذه العقارات، لكن ويشارك فيه الكثير من المتنفذين او الفصائل المسلحه على المناطق التي تقع فيها هذه العقارات، بالتالي العقار يباع بثمنه التقدير المنسق حسب التنسيق مع اللجنه المشكله لتقييم هذا العقار، وبالحصه النهائيه لا يتم بيعها او ايجارها الا بنسبه لا تتجاوز 30% من قيمتها الحقيقيه. هذه كارثه لكنها زادت واعتادت عليها امانه بغداد منذ عام 2005 وحتى الان. طبعا هذا الموضوع كلش ثقيل وكبير، بس اكو موضوع اهم من عنده هسه الان عاجل. السيد غرد على اوكرانيا وروسيا، قال لهم نو وور، هاشتاج نو وور. فبوتين هسه قاعدين هو وش اسمه زيلينسكي قاعد السيد غرد نو no. راح نحارب والله حرامات لا فنو وور نو وور بوتين زيلينسكي نو وور السيد قال جر عدل هاشتاج نو وور كلا الحرب قال وكلا الحرب نو وور يا لينا Iraqi politician now he started to interfere in the politics between Ukraine and Russia. Just to let you know. حبيبي احنا نتدخل بشؤون الدول الاخرى كيفنا. Oh mon dieu. الفصائل طبت على الخط. ادري بك ساعه صار لك ساعه تنتظر دور الفصائل، لان ما معقوله ملف بقد ملف الامانه بها مليارات الفصائل ما تحصى به. كفو فصائل بغداد. ولنفترض انت كساح صرت بالفصائل واشتريت عقار وقررت تأجر مكان تابع للأمانة ببغداد وتفتتح مركز للذكاء الاصطناعي كشك مثلا تبيع الذكاء الاصطناعي بابو تشير، هنا راح يربطك عقد ايجار ويا الأمانة. بس اكو شوية معلومات لازم تعرفها عن الايجار من الأمانة. احنا متحاربين من كل شيء. هسه اليوم انا ضريبتي بالسنة تطلع بالمليون ونص، ايجاري بالسنة 1,600,000. خوش نعمة. كان 600، كان زمن صدام 200,000، بعدين زيدوا صار 600,000، بعدين اجت الامينه الجديده راسا قمزتها 1,600,000. يا بليش اعترض، اعترضنا تقول لي اعترض، قلت للموظف قلت له اعترض انا، قال لي لا اذا تعترض ترى بالباب ياخذون الميليشيات، ومتفقين ويا الميليشيات قاعدين بالزوراء، يقولوا له يوم المزاد ايش وقت يطب عليك، يقول لك اكسر قرار اذا ما تعطيني مبلغ هالقد. يجيني واحد من الامانه موظف حتى اعرف اسمه واعرف شكله، يقول اعطيك ورقه، يقول انطي ابلغ ايش وقت المزاد، تعطيني انت ورقه ونص لو ابلغ لهذا الشخص الجاي يدخل على المحل، ابلغ ايش وقت المزاد حتى يجي يكسر قرار عليك ياخذ المحل. احنا طبينا لقيناهم قدامنا، اعطوا فلوس ودخلوا، لقيناهم قدامنا لحياتهم حاط له تربه زرقاء هنا سوداء عفوا بقصته وقاعد، تطلع تدخل على محلك، تدخل على محلك واخذته، وهاي محلك صار لك سنين بيه، طلعت بالباب وقفلك، تعطيني هلقد ترى اكسر قرار عليه، هو الموظف، قال ذولا موجودين ياشر لك عليهم قاعدين على الكراسي يتمضحكون. هاي قصة من آلاف. عزيزي السائح، ورا ما صرت بالفصائل حتى تاخذ عقار تسكن به، كمل مشوارك ويا الفصائل حتى تقدر تاخذ عقار ايجار تشتغل به. شوف انت طبيت ويانا سائح ناوي تغير جو وراح تطلع منه انا حياتك كلها متغيره، وهذا اللي يفسر لك ليش اني واللي مثلي آلاف الشباب صعب نسوي سياحة ببغداد. سمعت خويا ابو قرد السفارة؟ قلت لك الموضوع مو يمك، انت رجال خطي على باب الله، يعني عادي بمية ألف هسه اجيبك تسوي مهوال تصير هذا الشعر عليك عادي، يعني انت مالك علاقه، خليكم ويانا يعني.